عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ضياء عبد الله في دقائق ألمانية. درسنا اليوم كمان نص الألماني في مطعم فرنسي. إن بيجي بعده حرف جر بيجي بعده داتيف. إن أينم غيستوران داس غيستوران يعني مطعم، داتيف داس إن أينم. إن أينم غيستوران إن نيزا مدينة بفرنسا يجوز. زيتست جلسة. أين دويتشا، أين دويتشا، أين دويتشا الألماني نوميناتيف، من الذي جلس؟ ألماني، شخص ألماني يعني. أين دويتشا زيتست إن أينم غيستوران إن نيزا. بايم ميتاج إيسن، باي ديم، باي حرف جر بيجي بعده داتيف داس ميتاج إيسن، بايم ميتاج إيسن يعني عند وقت الغداء يعني. در دي فرانسوزيش سبراخ نيشت فرشتيرت. هون عندنا شو؟ ريلاتيف ذاتس، الذي بيسحب الفعل لاخر الجمله ويصرف حسب الضمير. دير الذي للالماني، الالماني يفهم. فرشتين مصدر فرشتيت ازيس. دير الذي دي فرانسوزيش سبراخ هون اكوزيتيف، الذي لا يفهم اللغه الفرنسيه اكوزيتيف. دي سباخ فرانسوزيش صفة، اللغة الفرنسية فرانسوزيش سباخ نيشت فاشتيت. دي أندرن، أندرن جيست، هون جيست نوميناتيف وجمع دي زبائن يعني ضيوف، زبون المطعم اسمه جاست، جيست جمع، وفي قبله دي أو في قبله معلي أو كاين أو ماين بتضيف للصفة أي إن. دي أندرن جيست الزباين التانيين يعني. بأختن دين دويتشن نيشت، معنى أنه ما انتبهوا للألماني. بأختن يراقب ينتبه. هون الألماني أكوزاتيف نيشت راحت لآخر جملة. أكوزاتيف دير دويتشا، دير دويتشا الألماني أكوزاتيف دين. بس هون ليش صارت اي ان وليش ما ضلت اي ار؟ بعدين الدروس السابقه اللي قلت الانات بعدين هاي كمان نفس الان، كله درس واحد. دين دويتشن نيشت. اين فرانسوزا، فرانسوزا يعني فرنسي، شخص فرنسي. هاي فرانسوزيش صفه اللغه الفرنسيه، هاي هذا فرانسوسي اصل، فرانسوزا فرنسي. نيمت ان تيش بلاتس. ein Franzose فرنسي، شخص فرنسي. نيمت بلاتس اخذ مكان يعني انه جلس. نيمن زي بلاتس بدي يعني اقعد. ein Franzose نيمت بلاتس معنى انه اخذ مكان قاعد يعني. وين فو ان جنب الطاوله تيش وداتيف ديم تيش. داتيف صفه بتضيف للصفه اي ان. ان ديم هشتن تيش كمان فو وين جنب الألماني. دير داتيف نيبن تسأل عنه بفو نيبن فو داتيف ودير دويتشا، دير دويتشا ألماني ديم نيبن ديم دويتشن. هل اي ان ليش صار الاي ار هون؟ ليش صارت اي ان كمان هون؟ ليش صارت اي ان؟ بعدين درس الان لحاله. نيبن ديم دويتشن بلاتس فرنس، شخص فرنسي اخذ مكانا جنب الطاوله جنب الألماني بالطاولة على اليمين، تمام؟ يلي جنب الألماني. فيربويكت زيش لاشت، لاشت يعني معنى إنه بخف يعني خفيف. فيربويكت يعني انحنى. فيربويكت زيش معنى إنه انحنى. أند ونشت بون أبيتيت، هاي فرنسية يعني بون أبيتيت يعني شهية جيدة، معنى إنه شاف الألماني قاعد جنب الألماني وانحنى وقال له بون أبيتيت يعني شهية جيدة، تمام؟ في بولد زيش حنا وقال له شهية جيدة لايشت يعني بنعوم يعني. در دويتش غلاوبت الألماني اعتقد. در دويتش شوف صارت ايه الار كمان طارت. بعدين در دويتش خيوم الأخير هي تعامل معاملة الصفة، تمام؟ صحيح اسم، صح اسم بس يعامل معاملة الصفة مع الأكوزاتيف ضفت له ايه ان
ومعداتي كمان طلعين، واجا قبل معرفة القرص سحبت. تمام، بس هي بتروح لحالها. Der Deutsche glaubt, اعتقد، der Französische تيش نخبة. تيش نخبة يعني يلي بيقعد جنبك بالطاولة صار اسمه تيش نخبة، يعني جارك بالطاولة. تمام، der تيش نخبة بتضيف للارتيكل ايه الصفة ايه لأنه اجى قبل der. الألماني اعتقد der Deutsche glaubt، اعتقد der Französische تيش نخبة volle هي مستوى بيت سباي. بعدين في كتير شغلات صارت بعدين، انت ركز على الشغلات اللي انت اخذها وفهمانها، ركز بس عليهم هذا. هل النات وهي فولي لبعدين، بس انا جبت قصد عم جيب لك نصوص مشان يصير عندك تشويق ومشان تعرف كيف النصوص الالمانيه، وما انا بهالصعوبه يعني عادي يعني. المهم فولي der Deutsche glaubt, ألمانيا تعتقد بان الفرنسي جار الفرنسي يريد زيش فون شتيلن، يريد بأن يعرف بنفسه. هو قال له شهية جيدة، فهذا ما بيعرف فرنسي، ما بيعرف فرنسي، فكر انه عم يقول اسمه، انه عم يقول بون ابيتيت، يعني اسمي بون ابيتيت. الالمان لما بيسلموا على بعض اول شيء بيقولوا اسم. تمام، الالماني يعتقد انه الفرنسي عم يعرف عن نفسه. سبرينجت اوف، سبرينجت اوف يعني معنى انه واحد يكون قاعد ويجي واحد يسلم عليك تقوم الوقفة هيك يعني ترد عليه انه عليكم السلام. هي الحركة هي انه ينتفض. تمام، سبرينت اوف قاعد وفجأة وقف، تصير وقت التحيات هي. سبرينت اوف دويتت مع اوند دويتت ان، فعل مركب ان دويتن يعني يلوح. تمام، سبرينت اوف انتفض قام يعني، ولوح له بفير بويجونج ب كمان انحناء مثل هيك. ونزاكت وقال اوباما، قال اسمه، هذا قاله شهية جيدة وهذا قاله اسمه، وقف وانحنى وقال له اوباما. تمام، ام نيكستن، ام حروف الجر مع الاوقات، ان تيجي بعد ذلك، ان ديم ميتاك بتضيف للصفة ان، ام نيكستن ميتاك فيدا هولت زيش دي جيست غيشه ست سنة يعني المشهد الاس تشيت لما بيجوا جنب بعض مع بعض تلفظ ست. تمام، ست سنة هاي بقى ما اعطينا، هي اول مره بتمر علينا. ام نيكستن ميتاك فيداهولت، عاد المشهد جيست غيشه يعني جيستن يعني البارح، معناه انه مشهد امبارح. تمام، كمان صفه جيست غيشه هويتيشه وجيست غيشه اليوم، هويتيشه اليوم، جيست غيشه البارح، مشهد البارح. تمام، ام نيكست ميتاك فيداهولت زيش فيداهولت يعني عاد نفسه دي جيست غيشه ست سنة، عاد مشهد البارحه نفسه. Der Deutsche ist seine Muscheln. Muscheln يعني قوقعة. ميديا بالتركي قوقعة. قوقعة. Der كلمة واحدة. Der selbe. في der سحبت الار. تمام؟ بضيف للصفة ايه؟ بس كلمة واحدة هي. Der selbe. Nette. Franzose. Kommt. واجا نفس الفرنسي الظريف لطيف يعني كونت هيغاين. كونت هيغاين يعني دخل، فعل مركب، هي احتلت موقع الثاني، هيغاين راحت لاخر جمله، هي هيغاين كومن يعني دخل. تمام، اذا في اليوم الثاني يعني عاد المشهد نفسه، كمان الالماني كان عم ياكل واجا نفس الفرنسي دخل لجوا. زيتست يعني اكوزاتيف، زيتسن يجلس فو زيتست راح يكون اكوزاتيف، ما قاعد لسه ما قعد بس بده يقعد. زيتست زيش فيدا كمان قاعد ان دين غشتن تيش. شوف هون كان داتيف ان ديم غشت. تمام، نيمت بلاتس فو، بس هون زيتسن زيتسن اكوزاتيف، ما كان واقف لسه ما قعد بده يقعد اكوزاتيف. ان اجى بعده اكوزاتيف. تمام، an den rechten Tisch und sagt Bon Appetit. Ja? Kann man sagen Bon Appetit. Wieder springt der Deutsche auf.
كمان عاد الحركة انتقام und stellt sich mit Obermeier vor. Vorstellen يعرف. Stellt sich vor يعني عرف بنفسه ب Obermeier. كمان قام وعرف بحاله ب Obermeier. تمام؟ Am Abend حرف جر مع الأوقات بيجي معه داتيف. An dem Abend بضيف للصفة إيه؟ إن. Am selben Abend trifft Obermeier einen Freund. Akkusativ. ودير أينن. الموقع الثاني التقى في نفس المساء الثاني، نفس مساء اليوم الثاني التقى أوباماية بصديق فرنسي، بصديق. دير دي فرانسوزيش سبراخه بهيرشت. دير الذي سحب الفعل لآخر الجملة، بهيرش يعني يتقن، دي فرانسوزيش سبراخه الذي يتقن اللغة الفرنسية. مازال بالأبند تريفت أوباماية أينن فرويند، في نفس المساء التقى أوباماية بصديق الذي يتقن اللغة الفرنسية. erzählt ihm قال له das بأنه das بأنه beim gestrigen und heutigen يعني المبارح واليوم. mittag essen صارت صفة، gestern و heute فيك تعملهم صفة، تمام؟ معنى انه في غداء اليوم والبارحة einem Franzosen begegnet. الفعل begegnen يعني يلتقي، بيجي بعده داتيف يلتقي بي، تمام؟ هذا الفعل بيجي بعده داتيف، الشخص اللي تلتقي فيه بيكون داتيف، هذا داتيف التقى بالشخص الفرنسي. هون كمان ضفنا اي ان، نفس المبدأ هون ونفس المبدأ هون. وين الألماني؟ بين دويتشن. المهم اينم فرانسوزن بيجنت زاي، هاي بيتس فاي بعدين، انه التقى بصديق يتقن اللغه الفرنسيه وقال له بانه في غذاء اليوم والبارحه التقى بشخص فرنسي. der الذي، هاي للشخص الفرنسي الذي. فورجستيلت هابه، هاي لازم تكون هات كمان بيتس فاي بعدين. الفرنسي الذي عرف بنفسه، هذا صارت ماضي لانه هاب هاب احدى الموقع الثاني، بس اذا اجى دير او فايل او داس بيسحب هاب او مودال غير باخر الجمله، وهذا بيجي قبله. فورجشتيل تصريف ثاني هاب. التقى بشخص فرنسي الذي عرف بنفسه ايم تسفايمان، عرف بنفسه له للالماني، تمام؟ لمن؟ فيم للالماني. صعب شوي مو مشكلة. إذا التقى بشخص فرنسي الذي زيش فورجشتلت هاب، الذي عرف بنفسه لمين؟ عرف بنفسه للألماني. دير ألماني دير يعني إير. أكوزاتيف إين داتيف إيم. سفاي مال مرتين ألس بون أبيتيت، عرف بنفسه له مرتين كبون أبيتيت، هو اعتقد إنه عم يعرف عن حاله. der freundliche Franzose الفرنسي الودود hat sich nicht vorstellt hat sich nicht vorstellt الفرنسي الودود ما عرف بنفسه، تمام؟ der freundliche Franzose hat sich nicht vorstellt ما عرف بنفسه. sagte der lächelnde Freund قال der lächelnde Freund الصديق الباسم، صديق اللي بيدخل اللغة الفرنسية، قال له انه الفرنسي ما عرف نفسه، قال له باسما يعني انه الفرنسي ما عرف نفسه. er hat dir gewünscht الفعل wünschen بيجي الشخص ده يبقى اتمنى لك، تمام؟ يتمنى لك. er hat dir تمنى، er hat gewünscht يعني تمنى. صح، احتلت الموقع الثاني وسحبت فعل لاخر الجمله ورجعت للتصريف الثاني. er hat gewünscht تمنى، لمن تمنى لك؟ er hat dir gewünscht guten appetit. guten appetit بالالماني يعني شهيه جيده، تمنى لك شهيه جيده. next tag am next tag في اليوم التالي zur selben zeit zu die zeit zu بيجي بعده داتيف zur selben zeit لنفس الوقت im selben restaurant
في نفس المطعم ذاتي بصفة بضيف اي ان زيتست دير فرويندليشه فرانسوزه. زيت حتى الموقع الثاني هذا كله بقى واحد. زيتست دير فرويندليشه فرانسوزه فيدا، جلس الألماني الودود فيدا أم هون زيتست، مو زيتست بيجي بعده داتي فو كان جالس يعني. أم غشتن تيش أونت فيرشبايزد، فيرشبايزن يعني يأكل، لم يأكل بالمطعم فيرشبايزن. أينن لام ركن معنى أنه ظهر خروف. در دويتشه كونت هينتسو، الألماني إجا لعنده يعني هينتسو كومن. زيتست زيش جلس، زيش زيتسن يعني كان عدنا كذا مرة راح يجلس. زيتست زيش أونت فنشت وطلب تمنى. لشلند باسما، هون لشلند اجت صفة دير لشلند فويند الصديق الباسم، هون لشلند حال. دخل باسما، دخل وتمنى وجلس باسما، تمنى باسما. دخل الرجل والسيف بيده، دخل الرجل حامل سيفا. حال دخل الرجل حامل سيفا، هون تمنى باسما. بون ابيتيت، هو على اساس تعلم فرنسي قال له بالفرنسي بون ابيتيت. دا سبرينغت دير نت فرانسوز اوف، اوف سبرينغن قلناها قام. Der nette Franzose, Franzose verbeugt sich in Hanna vor dem Deutschen. Vor dem Deutschen in Hanna أمام الألماني. Vor بيجي بعده داتيف. Dem بتضيف له الدويتشه اي ان نفس لانه قلنا بتعامل معامله الصفه. Und sagt وقال اوبا مايا، خلو اوبا مايا. هذا لما قال له شهيه جيد بون ابيتيت، هذا الالماني قال له اوبا مايا. فهل رجع هذا وقال له بون ابيتيت، هذا قال له اوباما، يفكر انه اوباما بالالماني يعني شهيه جيده. ما كان يعرف انه هذا عم يعرف على اسمه، وهذاك ما كان عم يعرف انه عم يقول له شهيه جيده. والمعركه شغاله. اشوفكم خير بالدرس الجاي، سلام.